رمضان هو شهر الخير وبيجي كل سنة وبيجيب لنا معاه كل خير. زي ما رمضان هو شهر العبادات والطقوس الدينية، هو كمان شهر العادات والأكلات الشعبية. القطايف. القطايف أكلة خاصة فقط بالشهر الفضيل، غالباً مش هتلاقي حد مننا بيعملها غير في رمضان. حتى القطايف بتتعمل على شكل هلال رمضان، أكلة بسيطة ومكوناتها سهلة جداً، مفيش حد فينا ما بيحبهاش. بس القطايف دي جت منين ومين أول حد عملها وكلها؟ في رواية بتقول إن القطايف بتعود لأواخر العصر الأموي سنة 132 هجرياً، وفي اللي بيقول إنها بترجع للعصر الفاطمي، بالأخص لأن في العصر الفاطمي كان صناع الحلوى بيتنافسوا على تقديم أفضل حاجة عندهم للخليفة أو السلطان في الشهر الفضيل، لأنها بتبقى فرصة جيدة جداً ليهم بعد كده إنهم ممكن يشتغلوا في قصر السلطان. ففي حد مرة فيهم ابتكر حلوى جديدة وتسمت بالقطايف. في رواية تالتة برضو بتقول إن أول حد عمل القطايف هم الأندلسيين، وانتشرت بعد كده في بلاد غرناطة وإشبيلية، واللي بعدها انتقلت لبلاد الشرق العربي في ظل الحكم الإسلامي. وحسب موسوعة ويكيبيديا فإن أول واحد كل القطايف هو الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، وكان سنة 98 هجريا في رمضان. وعن سبب تسميتها بالاسم ده، الحقيقة في روايتين. الأولى بتقول إن بسبب طعمها الشهي واللذيذ فكان الضيوف بيقطفوها من بعض بسرعة وبيخطفوها ويقطفوها من الأطباق، والرواية التانية بتقول إن بسبب ملمسها لشبه القطيفة فتسمت قطايف نسبة للقطيفة. عموماً النهاردة ما تنسوش تعملوا قطايف وتخلوها على سفرتكم، وانتوا بتاكلوها عرفوا لكم حكايتها وعرفوهم من أول واحد كلها. رمضان كريم. شهر مبارك وبقى